انا سي انس، حضرنا معكم اليوم على هذا اللقاء. انتم كما قلت كفعاليه جمعويه منتميه لمقاطعه المناره تحضر لهذا اللقاء هذا، وايضا كونكم كاعضاء في المكتب المسير ديال هذه الجامعه الجهويه. تكلمنا عموما على هذا اللقاء هذا، النقاط اللي حاولتوا انكم تناقشوا فيهم، ايضا العرض التخييمي لكل ساكنه مقاطعه المناره بعد المناسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. واولا والحمد لله، بعد واحد سنتين من الوباء اللي كانت توقف فيها البرنامج عطله للجميع المخيمات الصيفيه، اليوم جاءت مراكش اسفيك كتشهد انطلاق البرنامج الوطني للتخييم 2022، واللي غادي تكون انطلاقه جديده للاطفال ديال على الصعيد الوطني عموما. وحنا اليوم في الجامعه الوطنيه للتخييم جهه مراكش اسفيك برمجنا واحد النشاط اللي هو عباره عن انطلاق البرنامج جهويا، وهذا البرنامج اللي غادي يستافدوا منه اطفال الجمعيات المحليه والجمعيات الوطنيه بجهه مراكش اسفي عموما. احنا اليوم بكل صراحه كان يعني كان واحد الجو حماسي، كان واحد الجو ديال الفرح بالنسبه لجمعيات المجتمع المدني اليوم، لان العوده للمخيمات الصيفيه والعوده ديال الاطفال باش انهم يستافدوا من البرامج الوطنيه للتخييم وكذلك اليافعين والشباب. هذه كل صراحه مبادره يعني مبادره جميله، رغم الاكراهات ديال الوباء، رغم جميع الظروف اللي كانت عائقه واحد المده ديال سنتين باش ان هذا البرنامج هذا اليوم يكون عنده واحد الاشعاع اللي هو قوي. بصراحه اليوم كان نقاش بحضور السيد المدير الجهوي للشباب والرياضه والجامعه الوطنيه للتخييم والاخوان جمعيه المجتمع المدني، لناقشوا واحد المجموعه ديال الاشكالات اللي هما كتواجههم في البرنامج الوطني للتخييم. ناقشوا واحد المجموعه ديال الاشكالات عموما اللي كتمس واحد الفئات اللي ما كتستطعش انها تستافد من البرنامج الوطني للتخييم، اللي هي فئه ذوي الاحتياجات الخاصه. كان واحد النقاش جاد ومسؤول، واللي ان شاء الله تعالى بتضافر الجهود نتاع المكونات كاملين غادي يكونوا حلول. اليوم الحمد لله يعني المخيمات في المغرب يعني في تطور، وكذلك خصوصا مدينه مراكش المجالس المنتخبه اليوم كتدعم المخيمات الصيفيه، اليوم كتوفر نقل للاطفال. يعني نتمناو من الله باش ان واحد الفئه مهمه من جهه مراكش اسفي انها تستفد من المخيمات الصيفيه. واليوم راه كاين واحد المجهود مشترك ان شاء الله لانجاح هذا البرنامج هذا في هذه السنه هذه، ربما غادي يكون واحد مجموعه تاع التاشيرات واحد المجموعه ديال الاستثناءات في العمليه التخييميه، لان هذه الانطلاقه الاولى ما بعد الوباء، ولكن ان شاء الله تعالى نحن على يقين بانها غادي تشوف واحد النجاح اللي هو مزيان ان شاء الله.